بعد التطورات الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة السودانية، أصبح الخوف والترقب حول ما ستؤول إليه الأمور في البلاد يسود الشارع السوداني. ففي الوقت الذي يؤكد المجلس العسكري على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال، فإن قوى الحرية والتغيير تصر على ضرورة اعتراف العسكري بمسؤوليته عن مجزرة فض الاعتصام أمام مقر المجلس العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص، فضلاً عن إصرارهم بوجوب إعلان الجيش التنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية وسط ضغوطات دولية لإجبار الجيش على تلك المطالب. موقع سوشيال ليست البريطاني حذر من مغبة تدهور الأوضاع في السودان، فيما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية بالتدخل لغرض ضمان نقل السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية وإشراك الجميع في السلطة. الموقع أكد على ضرورة إشراك القيادات الأهلية في السلطة الانتقالية، وذلك من أجل الحفاظ على الدولة من التشظي، إذ يجب مراعاة احتياجات ومطالب تلك المجتمعات التي وصفها بالمهمشة. مراقبون للشأن السوداني أكدوا أن الاستبعاد المستمر للرغبة الشعبية يمثل خطراً كبيراً على وجود السودان كدولة موحدة، لا سيما بعد أن قال الشعب كلمته خلال التظاهرات ونجاح الانتفاضة التي قام بها، وعليه فإن من حقه تقرير مصيره بنفسه. وعلى الرغم من الدعوات الشعبية لتسليم السلطة للمدنيين، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن قيادات في المجلس العسكري الحاكم يحاولون أن يمضوا في طريقهم للاستئثار بالسلطة وإعلان حكومة تسيير شؤون البلاد في وقت تتواصل فيه تظاهرات الرافضة لاستئناف أي مفاوضات قبل تنفيذ مطالب الشعب.